ده بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بجميع الحضور. انتهينا من الورشة الأولى اليوم مع الطالبة آلاء وتصميم أفلام اليابانية الأنمي، وكانت ما شاء الله ملهمة للعديد من الطالبات والطلبة. الآن معنا الطالبة غزلان سيف محمد الكعبي، تود أن تشارككم تجربة استخدام برنامج رائع جدا تعلمته في تصميم الرسم. هل أنت مستعدة غزلان للبدء إن شاء الله؟ نعم، تفضلي عزيزتي، شاركينا شاشتك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة غزلان سيف. اليوم سوف أشرح لكم برنامج جميل جدا اسمه إبس بايت. أولا نفتح البرنامج. يوجد هنا لدينا رسومات الناس يمكننا رؤيتها. سنفتح على معرضي. هنا يوجد الرسومات التي رسمتها. لكي نبدأ بالرسم نضغط على علامة زائد ونختار الحجم المناسب. سأختار هذا الحجم. من هنا يمكننا الضغط على عليكم. السلام عليكم. يمكننا رؤية الفرش الموجودة. الآن يمكننا اختيار الفرش لكي نرسم رسمة. اخترت الفرشة والآن نختار اللون المناسب. سأختار اللون البنفسجي. سأقوم بتكبير الفرشة وسأقوم بالرسم. سنقوم بتدريج اللون لكي تكون خلفية واقعية. الآن سنخفف من اللون قليلا ونبدأ بالرسم. سنقوم بالتخفيف ونضع الرسم. بالضغط المواصل يمكننا تحديد اللون الذي نريده وإكمال الرسمة. الآن سنضغط على الطبقات. سنضيف طبقة أخرى من خلال علامة الزائد وسوف نضع الصور. يمكننا من هنا استخدام صور موجودة. سوف أستخدم هذه الصورة. سوف أضعها هنا. سوف أضع على علامة صح. ثم سأضع طبقة أخرى. سأضعها فوق لكي أرسم عليها. الآن سأكبر عليها هكذا. ثم سأحدد عليها هكذا. سوف أغير الفرشاة وأضع قلم جبر تراب. سأقوم بتحديد الشكل. هكذا نحدد الشكل ومن ثم نمسح الصورة لكي يصبح لدينا شكل مناسب. أستاذ، نعم، تشرحين برنامج اسمه؟ اسم البرنامج إبس بينت. سبلينج بليز. إبس بينت. إبس بينت. أوكي، كونتينيو.
هكذا حددنا على الشكل. الآن نذهب للطبقات ونمسح الطبقة التي عليها صورة. الآن أصبح لدينا شكل قمر. الآن سوف نقوم بتلوين القمر. سوف نذهب للفرشاة ونختار الفرشاة المناسبة. سوف أختار البخاخة شبه منحرف 20%. سوف أختار اللون الأصفر هكذا، وسوف ألون. قبل أن ألون سوف أضع طبقة جديدة، سوف أضعها تحت القمر. اضغطوا عليها هكذا وارفعوها لفوق هكذا، ثم قوموا بالتلوين هكذا. هكذا يمكنكم التلوين. سنضع الطبقة هذه هكذا. سنقوم بالتلوين لكي يكون الشكل مناسب. هكذا. هكذا لون القمر. هل لديكم سؤال حتى الآن؟ رائع، أكملي. حسناً، الآن يمكننا رسم الشخصية. أولاً سنذهب للطبقات، نضع طبقة أخرى ونرفعها لفوق هكذا. هذه الطبقة سوف نضع عليها هكذا. سنضع صور، لقد خزنت صورة لدي. سوف أضعها في المكان المناسب هكذا. سأضعها مرة أخرى. أقوم بتصغيرها، سأضعها هنا هكذا. سأمسح الطبقة الفارغة، أضع طبقة أخرى وأحاول أن أضع الصورة في المكان المناسب. لقد خرجت، أضعها مرة أخرى. هكذا صورة مناسبة. الآن سأضع طبقة أخرى، هذه هي الطبقة. سوف أمسحها وأضع هنا طبقة أخرى فوق القمر. سوف أغير الفرشاة وأضع فرشاة قلم جبر تراب. سوف أضع اللون الأسود. سوف أحدد على الشخصية. السهم على اليسار يمكنكم إذا أخطأتم يمكنكم الرجوع للخلف. إذا أردتم تنزيل البرنامج يمكنكم الكتابة في أب ستور إبس بينت باللغة الإنجليزية وسيظهر لكم.
الآن نحدد على الشخصية. سأصغر الفرشاة، سأقوم بالتحديد هنا. الآن سأرسم اليد، سوف أضغط مطولاً لكي أخذ اللون الحليبي. سوف أحدد. أو يمكنكم استبداله باللون الأسود. هكذا. الآن سأضغط مطولاً لكي أحصل على اللون. سوف أحدد على المصباح أو حلقة المصباح. هكذا. إذا تريدون الرسم على الصورة، يجب عليكم أن تضعوا الصورة تحت ومن ثم الطبقة الفارغة في الأعلى لكي تمسحون، ويمكنكم رؤية أعمالكم. من لديه سؤال يتفضل. يمكنكم وضع أي صورة لكي تحددوا عليها. الآن انتهيت من تحديد المصباح. الآن سأحدد اليد الأخرى. الآن سأقوم بالضغط مطولاً لأخذ لون التمر. سوف أحدد عليه. الآن سأضغط على اللون الثاني لكي أخذه. سأقوم بالتلوين. الآن سأقوم بتحديد الوجه باللون الأسود. الآن سأقوم بتحديد الأنف. سوف أصغر الفرشاة. هكذا.
الآن سوف أرسم تعابير الوجه. كذا. الآن سأرسم العين، سأضع اللون الأسود وأصغر الفرشاة. سأرسم العين الأخرى. الآن سأضغط مطولاً لكي أحصل على لون عينها. سأخذ اللون الأبيض لكي أحدد هنا. الآن سوف أحدد الحواجب، سأضغط مطولاً لكي أحصل على اللون. الآن سأحدد الفم. الآن سنذهب للطبقات ونضغط على الطبقة التي تحمل على الصورة وسنحذفها. الآن أصبحت هنا الرسمة. الآن سنبدأ بالتلوين. يمكنكم أخذ أي لون. سأخذ اللون الزهري الفاتح. سأكبر الفرشاة. سأقوم بتغييرها. سأختار ألوان مائية خليط. سأقوم بالتلوين. الآن سأذهب للفرشاة. لا أود أن يكون هناك لون زهري فقط. سأذهب إلى الأسفل. يمكنني رؤية هنا بريق، أو يمكنني رؤية طقطقة أو أوراق. سأخذ غيوم قطن. سوف أدرج اللون أغمق. سأضع هنا. سأقوم بالتلوين. إذا يمكنكم أن تستخدموا الفراش، يمكنكم مشاهدة الفيديو
وبعد 18 ساعة سيغلق الفيديو فيمكنكم رؤيته من جديد. الآن سأخذ الورد، سوف أرى فيديو. لكي يحصل علي، الآن حصلت علي، سوف أرى فيديو آخر. الآن سينتهي الإعلان. الآن حصلت على الفرشاة، سأنقط. الآن سألون هذا الجزء، سأذهب لمخصص لكي أرى الفرش التي استعملتها، سألون. سألون هنا أيضا. الآن سأخذ اللون الحليبي، سأذهب ما بين الأحمر والبرتقالي، سألون يدها. الآن سألون الطبق باللون الأبيض، أو يمكنكم استبدال اللون باللون الذي تريدونه. الآن سنلون الوجه، سنضغط مطولا لأخذ لون اليد، سنذهب للوجه. يمكننا التلوين مباشرة لأني وضعت هذه الطبقة في الأعلى. سأكبر الفرشاة ليكون العمل أسرع. الآن سألون الفم، سأضعه اللون الزهري، سأصغر الفرشاة، سألونه. سأحدد الفم باللون الزهري، سأضع الطبقة في الأعلى. هكذا لكي يحدد عليه، ومن ثم سأرجعه. الآن سأرجعه هكذا. سنلون المصباح، سنذهب إلى الفرش، سنذهب إلى الأسفل، سنختار الشكل المناسب. رائع، أحببت الفرش. يمكنك الحصول على الفرش بالمطالعة على الإعلانات، ستختفي بعد 18 ساعة. نعم.
الآن يمكنكم التحديد بالأسفل. الآن سألون المصباح على طريقتي، سأضع على الفرشاة في الأسفل، سأضع على دلو، سأختار الألوان المناسبة. هنا لدينا فتحة، سأغير الفرشاة. لكي يستطيع من تعبئة المربع سأضع على دلو وألون، سأضع على اللون الأزرق هنا، سأضع فرشاة وألون الفراغات. سأختار اللون الأصفر أو الأخضر، سوف أكبر الفرشاة وألون. سوف أضع على هذا وأضع الدلو وألون هنا. هنا سألونه بيدي. هكذا، وسأضع هنا أيضا، سأضع دلو وأعبيه. هنا يمكنكم الذهاب للفرش، سوف تذهبون للأسفل سوف تجدون فرشاة باسم قلم اللمعان، اضغطوا عليه واختاروا اللون الأصفر، وضعوها كأنها نجوم. يمكنكم تغيير اللون إلى الأبيض، ستتغير الأحجام لوحدها. هنا مكان فارغ، سأذهب للفرش، سوف أذهب للأسفل، سأضع على علامة عشب حب العزيز لون، سوف أضع اللون الأخضر. سأضعه هنا. سأضع هنا لكي يكون واقعي. سأكبر الفرشاة هكذا. الآن انتهيت من الرسمة، هذه كانت النتيجة. قبل أن أختم هذه الورشة سأريكم أعمالي التي صنعتها. رائعة جدا، أنا أحببتها. إذا أردتم حفظ الصورة يمكنكم حفظ بتنسيق PNG. الآن سأريكم رسمتي عن رمضان. هذه الرسمة رسمتها، أخرجت صورة من الإنترنت وبدأت بالرسم. قبل أن أختمها لدي لكم مسابقة، سأرسل لكم الرابط في الدردشة. أفضل 5 رسومات تحصل على شهادة فوز. الرسمة تكون عن رمضان، وآخر موعد لاستلام
الرسومات سيكون غدا في الساعة 8 مساء، وسيتم التحكيم في الساعة 9. أنا ظهرت متأخر. اسم البرنامج شو؟ اسم البرنامج إيبس بينت. أوكي شكرا. غزلان سوف غزلان، ما رأيك أن نقوم بتص يعني إنشاء مجموعة خاصة فيك لتجميع الأعمال من الطالبات، أم لديك رابط معين على البادلت؟ ماذا تفضلين غزلان؟ لدي رابط سأرسله في التليجرام. ممتاز، ارسلي إلي وأنا سوف أنشره على قناة التليجرام. ومن يود وضع المشاركة يفضل أن يكتب الاسم كاملا مع البيانات المدرسة والصف والإمارة. سيتم تحكيم النتائج غدا في الساعة 9، وآخر موعد لاستلام المشاركات غدا في الساعة 8. غزلان، ما رأيك أن أعطيهم وقت أطول غزلان؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يشغل البرنامج هذا؟ السؤال مرة أخرى. نعم، كيف يشغلونه؟ أول ما تشغل البرنامج سيظهر لك هذه الشريحة، تضغط على معرضي ثم تضغط على علامة الزائد الموجودة في الأسفل وتختار الحجم المناسب. في رسوم، كيف أشتري الرسومات؟ يمكنك وضع الطبقات، وضع الصور، ثم تختار الصورة المناسبة، ثم تضيف طبقة أخرى هكذا، ثم تضع على الفرشة وتحدد عليها. عندما تنتهي من التحديد تمسح الصورة، ستكون الرسمة جاهزة تلونها. بس هل لديك أي سؤال؟ ما يستوي عندي الأيباد. جربها في التلفون. يمكنك مشاهدة مقاطع على الإنترنت أو سأرسل لكم فيديو تعليمي آخر وسأرسله على قناة التليجرام إذا أردت. ما يصير نسوي شير؟ شير براويك. حسنا، ما اسمه؟ سلطان. حسنا، قم بعرض شاشتك. لا نرى الشاشة. تبي عندي؟ سأرسل لكم مقطعا في قناة التليجرام وتتصلوا معي. إن شاء الله. هل لديكم أي سؤال آخر؟ لدي طلب غزلان، إذا أمكن إعطائهم فرصة أطول يعني أكثر من يوم. حسناً، آخر موعد لاستلام المشاركات سيكون يوم الأحد. هل الجميع موافق على يوم الأحد؟ بالنسبة لي نعم، وشكراً على هذه المسابقة رائعة، أحببت رسمك بشكل كبير. شكرا غزلان، ما شاء الله غزلان كانت مبادرة لا بعد ورشتك، يعني ما شاء الله عليها كانت سريعة في اتخاذ القرار. أريد أن أعرض ورشة اليوم الآن وكانت رائعة ما شاء الله، وتحمست لها كثيرا. بارك الله فيكم، نترككم الآن لأخذ قسط من الراحة وأداء الصلاة، وبعد ذلك ننضم الساعة 7 مع الأستاذة النشوة بإذن الله تعالى. شكرا عزيزتي غزلان، نلقاك على الخير. طاب مساءكم جميعا، هذه شهادة بسيطة منا
إن شاء الله نلقاكم على الخير، وسوف أضيف ورشة غزلان إلى رابط الحضور، هو ليس موجود الآن ولكن سوف أضيفه بإذن الله تعالى بعد قليل. بإذن الله. طيب مساءكم جميعا. شكرا عزيزتي آلاء. عفوا غزلان، كنت رائعة ما شاء الله. شكرا لكم. عفوا سعود. عفوا سعود عزيزنا الصديق المخيم، لا تنسي ألا إرسال الرابط حتى أنشره للأصدقاء على المخيم بإذن الله. يلا نلقاكم على الخير، سلام عليكم.